بالنسبه للتراث اللي خلى المرحوم، واش باقيين شي اغاني يعني مازال ما سمعوهمش الجمهور ولا شي اعمال؟ كاين واحد عمل واحد اللي كاين باقي عند محسن مقري، كنسجلوا داك الشيء وما عرفتش انا علاش ما فهمتش هذيك الاغنيه بقات عند يونس. كانوا شي الدراري ديال الاذاعه قال لك باش بغاو يشوفوا معاه وشي هادي، ما عرفتش داك الشيء، ما عرفتش كيفاش. انا ما عمرني شفت يونس مقري، تلاقيت معاه شي مره او جوج، لقيت اللي كان كيسجل ثلاثه الاغاني اللي قبل من هذيك الدنيا، هي الوساء ديك مستحيل وانتي ليا وإليزا، كنسجلهم في نفس الاستديو عند هذاك يونس مقري. وقت انا مشيت لعند يونس جبت من عنده شي بعد الكاسيت ديال السي محمد من عنده، هادشي اللي كنت عرفت كنصيفطني عنده السي محمد من الرباط، جبت هذاك الشيء. وفي الاخر سمعت بان السي محمد كان في حياته هذيك الاغنيه تيهضر عليها بزاف، كان غناها مره واحده في سهره ما عرفتش واش في تطوان او في شي مدينه من المدن ديك الوقيته، كان مسجله راه عند التلفزيون، اما في الراديو ولا في الكاسيت ولا شي حاجه ما مسجلش، وهي مسجله كامله غير ما بقات عند في الخزانه ديال السي يونس مقري، ما عرفتش ما فهمتش.